سلام للجميع وأهلا وسهلا فيكم بمبادرة طريقي التعليمية. ضمن الفيديو السابق تكلمنا عن كيفية اختيار الجامعة في بريطانيا. بعد عملية الاختيار مفروض ننتقل لمرحلة التقديم على الجامعة. تابعوا معي هالفيديو اللي حيمشي خطوة بخطوة بعملية التقديم ويشرح كيف ممكن نقدم ونكتب الابليكيشن للجامعة. بداية خلوني اشرح امر مهم بما يخص عملية التقديم على الجامعة. هاي المرحلة، مرحلة التقديم على الجامعات، بتتم بعد ما أولاً نحدد الاختصاص اللي بدنا ندرس فيه ببريطانيا، وثانياً نحدد الجامعة أو الجامعات اللي بدنا نقدم عليه. فهي المرحلة بيسبقها مرحلتين اللي هن تحديد الاختصاص وتحديد الجامعة، وتكلمنا عن هدول الأمور بفيديوهات سابقة. بالنسبة للتقديم على الماجستير ببريطانيا، بعض المعلومات العامة. عملية التقديم بتتم من خلال تعبئة طلب application عن طريق موقع الجامعة بشكل مباشر. بيفتح باب التقديم قبل بسنة من تاريخ بداية الكورس، يعني إذا بدنا نقدم لندرس بعام 9/2019 فبيفتح باب التسجيل بعام 9/10/11/2018، بيفتح باب التسجيل قبل بسنة. بالنسبة للديدلاين لعملية التسجيل، هذا الأمر مرتبط بالجامعة. بعض الجامعات بيكون في ديدلاين معين لإغلاق باب التسجيل، يعني مثلا بتقول بيغلق باب التسجيل بشهر 12 أو بشهر 2 أو 1 أو إلى آخره. بعض الجامعات ما بيكون في ديدلاين لعملية التسجيل، بتقول الجامعات أنا أول ما يتعبى الكورس ويتعبوا المقاعد رح أغلق باب التسجيل. ففعليا اليوم كل ما قدمنا أبكر فبيكون أفضل لإلنا في حال كانت الجامعة مو محددة ديدلاين. بيتم استلام النتيجة خلال شهر تقريبا، شهر لست أسابيع، عن طريق البريد الإلكتروني. بعد ما نعمل سبميت ونقدم الابليكيشن عن طريق موقع الجامعة، بعد شهر أو شهر ونص الجامعة بتتواصل معنا، إما بتعلمنا بالنتيجة أو بتقلنا فوتوا على الابليكيشن تبعكم، النتيجة تبعكم صارت مرفقة على الابليكيشن. متطلبات التقديم على الجامعات. في عنا عدة متطلبات للتقديم على الجامعات، بعض منهم بيشتركوا فيهم جميع الجامعات، هم متطلبات رئيسية بغض النظر عن الجامعة هيكونوا مطلوبين، في بعض المتطلبات الأخرى بتكون خاصة بكل جامعة أو بكل اختصاص. أولا رسالة الدافع، أو باللغة الإنجليزية اسمها الـ Personal Statement أو الـ Motivation Letter أو الـ Statement of Purpose. رسالة الدافع تعتبر عامل جدا مهم بعملية التقديم على الجامعة، تعتبر من أهم العوامل بعملية تقييم البروفايل. رسالة الدافع هي عبارة عن رسالة تطلب الجامعة مننا نكتبها، بيكونوا مثلا طالبين مننا نكتب 500 كلمة أو 4000 حرف أو صفحة أو صفحتين، بيكونوا محددين لنا ببعض الأحيان الأسئلة اللي بدهم إيانا نجاوب عليها، أو بيكونوا على سبيل المثال مو محددين شيء، بيقولوا لنا احكي عن اهتماماتك، ليش بدك تدرس ضمن هالكورس، كيف حيساعدك الكورس بتحقيق أهدافك المستقبلية وإلى آخره. صعب جدا نتعمق برسالة الدافع بهذا الفيديو لأن الأمر بيتطلب فيديو خاص، حنتكلم بفيديوهات سابقة عن رسالة الدافع وعن أمثلة عملية عن كتابة رسالة الدافع. الأمر الثاني اللي هو الشهادات وكشف العلامات. الجامعات أيضا تطلب مننا شهاداتنا وكشف العلامات أو سلم الدرجات تبع المواد تبعنا، مفروض تكون هاي الشهادات مترجمة ومصدقة أصولا ببلدنا. العلامة اللي بتكون طالبتها الجامعات عادة إما 2.1 أو 2.2، وهذا الأمر هو 2.1 أو 2.2، هذا النظام ببريطانيا. عملية تقييم الشهادات ببريطانيا مو مثل جامعاتنا مثلا من نسبة مئوية، هم في ترتيب مختلف. ف 2.1 أو 2.2 الجامعات اللي بتطلبه، 2.1 هو أعلى من 2.2. الجامعات البريطانية أغلبيتها بتطلب 2.1 والجامعات الضعيفة بتطلب 2.2. أما بما ما يعادل 2.1 أو 2.2 على سلم درجات الجامعات تبعنا، فهذا الأمر للأسف ما له جواب دقيق وواضح. المعلومة اللي حتى تحصل عليها مفروض أنك إما تقرأ بموقع الجامعة، وإما أنك تتواصل مع الجامعة وتسأل وتقول لهم أنا جامعتي هي جامعة الفلانية، جامعة X، وهي درجتي، شو بيقابل هذا الأمر عنكم بالجامعة. فإنه نعرف هاي المعلومة مهم جدا ننطلق من موقع الجامعة ونتواصل مع الجامعة. العديد بيجمع على أنه 2.1 هي فوق 70% و 2.2 هو فوق 60%، لكن هذا الأمر مو دقيق جدا. الجامعة هي الجهة الصحيحة اللي ممكن تجاوبنا وتعطينا هاي المعلومة بشكل دقيق. رسائل التوصية، أيضا الجامعات تطلب مننا رسائل التوصية، عادة عدد 2، أحيانا ممكن يكون أكثر. بشكل عام مفروض تكون الرسائل أكاديمية من دكتور مشرف علينا، دكتور درسنا سابقا، ببعض الأحيان ممكن تكون من العمل التطوعي أو من العمل المهني. أيضا الجامعة هي أفضل مصدر لمعرفة هاي الأمور.
فحص لغة. أيضا الجامعات البريطانية بتطلب مننا شهادة أو فحص لغة لنثبت أنه نحن لغتنا الإنجليزية جيدة بحيث أنه نقدر ندرس ببريطانيا. ممكن يطلبوا آيلتس، ممكن يطلبوا توفل، ممكن يطلبوا عدة فحوصات أخرى يسمحوا لنا أنه ناخدها. الأمر عائد للجامعة، فمهم جدا نحن نفوت على موقع الجامعة وموقع اختصاصنا ونشوف شو فحوصات اللغة المقبولة من قبل الجامعة وقديش درجة قديش الدرجة المقبولة لكل فحص لغة ونقدم الفحص اللغة. هلا بالنسبة للأمور الأربعة اللي ذكرتها، هي تعتبر أمور رئيسية موجودة بجميع الجامعات تقريبا لتقديم الماجستير. الأربع أمور اللي ذكرتها سابقا، الثلاث أمور الأولى اللي هي personal statement والشهادات وكشف العلامات ووسائل التوصية، هدول الأمور أساسية للتقديم ما فينا نقدم من دونها. أما بالنسبة للغة، فاللغة ممكن إنه يتجاوزوا عنا، ممكن إنه نعبي application ونقدم application للجامعة من دون حصولنا على فحص اللغة، فهذا أمر جدا طبيعي وممكن. ورح نشرح شو بيصير في حال قدمنا application من دون ما نكون عاطين فحص لغة مع الابليكيشن لاحقا بهذا الفيديو. أيضا بعض المتطلبات الإضافية اللي ممكن تكون حسب الاختصاص أو حسب الجامعة، في بعض الجامعات لها رسوم تسجيل اللي هي عملية رسوم فقط للتسجيل على الكورس فقط لدراسة الملف، وفي بعض الجامعات بتكون ما فيها رسوم تسجيل. بالفيديو السابق ذكرت كيف ممكن نعرف الجامعات اللي بتطلب رسوم تسجيل أو الجامعات اللي ما بتطلب رسوم تسجيل، الفيديو اللي كيفية اختيار الجامعة ببريطانيا. أيضا بعض الجامعات بتطلب سيرة ذاتية، بعض الجامعات بتطلب بورتفوليو أو ريتن سامبل. يعني على سبيل المثال بورتفوليو اللي هي أو حقيبة الأعمال، يعني إذا شخص عم بيقدم على اختصاص بالفن بالرسم فممكن الجامعة تطلب منه بورتفوليو حقيبة أعماله اللي هي اللوحات اللي راسمها، أو بعض الجامعات ممكن تطلب ريتن سامبل. يعني على سبيل المثال إذا أنت عم تقدم على كورس له علاقة بالكتابة أو الشعر، فممكن الجامعة تطلب منك مثال على كتابتك على شعر أنت عامله أو كتابة أنت عامله. بعض الجامعات بتطلب إسيز، والمقصود بالإسيز هون نحن ضمن جامعاتنا وضمن الوطن العربي أغلبية الجامعات لتمتحننا بتقوم بعملية فحص كتابي. بالنسبة للجامعات البريطانية عملية الامتحان ما بتتم عن طريق فحص كتابي فقط، أحيانا الجامعات ممكن تطلب مننا نعمل وظيفة اللي هي بحث صغير عن مادة معينة، هذا اسمه إسي. فبعض الجامعات بتطلب مننا إسيز نحن كاتبينهم سابقا ضمن دراستنا السابقة لتشوف كيف قدرتنا على كتابة الإسي، على كتابة الأبحاث المصغرة عن موضوع معين، فهذا أيضا إحدى الأمور اللي ممكن تنطلب مننا. بعض الجامعات بتطلب GMAT والGRE. الGMAT اللي هو Graduate Management Admission Test، والGRE اللي هو Graduate Records Examination، اللي هن هدول الكورسين أو هدول الشهادتين خاصة اللي عم بيقدم على MBA بجامعات قوية بيطلبوا مننا هدول الشهادتين، واحدة من إحدى هدول الشهادتين. بأمريكا عادة بتكون أكثر مطلوبة، بتكون دائما شيء أساسي لما ندرس Business Management. في بريطانيا فقط بعض الجامعات وفقط لمواد البزنس، وهي أيضا أمور إضافية ممكن تنطلب مننا، لكن مو بالضروري، مو كشرط، مو كأمور أساسية تنطلب دائما. الجامعة والكورس اللي عم نقدم عليه هن بيحددوا لنا شو المتطلبات للتقديم. طيب بعض المصطلحات الرئيسية لعملية التقديم على الجامعات مهم جدا أيضا إنه نفهمها، البوست جراجويت والأندر جراجويت. بوست جراجويت هي الكلمة بتقصد فيها ضمن النظام البريطاني الشهادات اللي بعد مرحلة التخرج، يعني ماجستير، دكتورة، دبلومة وهي الأمور. الأندر جراجويت بيصدر فيها البكالوريوس أو شهادات بتكون ما قبل مرحلة التخرج. البوست جراجويت في إلها فرعين، في بوست جراجويت توت وفي بوست جراجويت ريسيرش. البوست جراجويت توت بيصدر فيها الماجستير التعليمي، الماجستير اللي نحن بنعرفه جميعا اللي هو نظام صف ومواد ومواد دراسية وتعليم من خلال مدرس. أما البوست جراجويت ريسيرش فهذا اللي بيصدر فيه هو الشهادات اللي ما بعد مرحلة التخرج البحثية، يعني على سبيل المثال الدكتوراه اللي هو فقط عبارة عن عملية بحث. فهذا الفرق ما بين البوست جراجويت توت والبوست جراجويت ريسيرش. الماسترز عادة الماجستيرات ببريطانيا بتكون إما MSc يعني Master of Science، MA Master of Arts، MBA Master of Business Administration، MLit اللي هي الماسترز of Literature. فلما منشوف دائما الحرف M فهذا دليل على أنه هذا الكورس هو عبارة عن ماجستير. أما بالنسبة للMSc ولا الMA ولا الMBA هي فقط تسميات بتخص كل كورسات، يعني على سبيل المثال ماجستيرات البزنس هي Masters of Science MSc، الفنون ماجستيرات Master of Art، ماجستيرات اللغة الإنجليزية Masters of Literature،
ففعليا هاي الأمور هي فقط اختصارات بتضل على أنواع الماجستير. نفس الأمر إذا لقينا BSc Bachelor of Science أو BA Bachelor of Art، ولما منشوف حرف الـ B ببداية الاختصار فهذا دليل، هذا بيدل على أنه Bachelor أو بكالوريوس أو إجازة. فالباتشلر ببلش بالB والماسترز ببلش بالM، أما بالنسبة للاختصارات الباقية فهي مو بالأهمية الكبيرة لنا لما نحن عم نقدم تصنيف جامعي فقط للاختصاصات. أيضا ممكن نشوف الPG تيب أو الPG سيرتيفيكت اللي بيصدوا بالاختصار الأول الPG تيب أو الPG دبلومة. ببريطانيا بعد مرحلة التخرج ممكن نحن نعمل دبلومة، الدبلومة اللي هي فعليا نفس الماجستير لكن من دون ما نقوم بعملية رسالة تخرج أو بحث بنهاية الماجستير. لما منقدم على بريطانيا ومنعمل دبلومة معناته نحن عم نعمل ماجستير لكن من دون البحث بنهاية مرحلة الماجستير. البوست جراجويت سيرتيفيكت بيصدو فيها أيضا الماجستير، لكن في حال نحن بدنا نقدم على بريطانيا وندرس شهادة ما بعد التخرج فقط 4 أو 5 أو 6 مواد فهذا بيعطونا فيه سيرتيفيكت. فالفرق فعليا الماجستير هو عبارة، خلينا نفترض 9 مواد مع رسالة تخرج، الدبلومة هي 9 مواد من دون رسالة التخرج، البوست جراجويت سيرتيفيكت هي عبارة فقط دراسة 6 مواد. ففعليا هاي الأمور هي شهادات بتعطيها بريطانيا سواء ماجستير أو دبلومة أو سيرتيفيكت، كلهم اسمهم بوست جراجويت توت. البي اتش دي اللي هي الدكتوراه، فهي هاي الاختصارات هي أمور رئيسية لحتى نفهم لما عم نقدم على شو عم نقدم بالضبط. طيب لح أشرح هلا بشكل مختصر أيضا عملية التقديم على الجامعة. لح أعطي مثال جامعة أوكسفورد. ضمن موقع جامعة أوكسفورد فعليا لما مثل ما ذكرت بالفيديو السابق عملية التقديم بتتم من خلال الموقع أو بوابة الأدميشنز، أو عادة بيكون اسمها ستدي أو ستدي أو أدميشنز. بالجراجويت اللي هن الماجستير نحن مفروض نكون نعرف الاختصاص تبعنا. على سبيل المثال خلينا نفرض أنا بدي أدرس كيمياء، ففيني أبحث عن ماجستير الكيمياء من خلال بوابة البحث، أو فيني فوت على الكورسات من الـ A إلى Z بيحطوا لي كل الكورسات اللي بتقدمها الجامعة، دور على الكيمياء أو مثلا الكورسز باي ديبارتمنت اللي هن مثلا ديبارتمنت أوف كيمستري أو البزنس أو الحقوق أو إلى آخره، فينا ندور بناء على بارت تايم ولا فليكسيبل ستدي. على سبيل المثال أنا بدي أدرس كيمياء والاختصاص تبعي هو ماسترز، فضمن صفحة الاختصاص في عدة بوابات أيضا بتشرح لنا عن الاختصاص مثل ما ذكرت في الفيديو السابق، الـ Entry Requirements اللي هن الأمور المطلوبة حتى ناخد أو نقدم على هذا الكورس، شرح عن الكورس About Resources، أيضا بعض المراجع اللي ممكن تفيدنا بعملية الدراسة، Funding and Course، شو Scholarships المقدمين للاختصاص وشو تكلفة دراسة هذا الاختصاص. آخر شيء منلاقي How to Apply، منشوف بعض المتطلبات أيضا Documents اللي بدنا نقدمها ومنحط apply. بس نحط apply منروح على الابليكيشن وبنبلش عملية تعبئة الابليكيشن. نفس الأمر بالنسبة لأي جامعة ولأي اختصاص، دائما ضمن صفحة الاختصاص لازم يكون في بوابة إما how to apply أو في زر نضغطه نعمل apply. وبس نعمل apply مفروض نعمل حساب موقع الجامعة، بيصير عنا application، وضمن الابليكيشن رح أشرح على سبيل المثال هذا جامعة أوكسفورد الابليكيشن، فنحن ممكن في عدة بوابات أيضا هي عبارة عن معلومات تلقائية بدنا نعبيها، معلومات عن الكورس تبعنا، معلومات عن الكونتاكتس ديتيلز اللي هن كيف ممكن يتواصلوا عنا، بعض المعلومات الشخصية، الريفرنس تبعاتنا، الكواليفيكيشنز اللي معنا الأكاديميين والمهنيين، شو اختصاصاتنا السابقة، شو دراستنا السابقة، اللغة الإنجليزي هل معنا لغة ولا ما معنا لغة، الفاندينج كيف نحن بدنا نمول حالنا، واخر شيء supporting document مفروض نرفع لهم الوثائق المطلوبة. على سبيل المثال ضمن الابليكيشن للكورس اللي امامكم مفروض نحط الترانسكريبت او الشهادات، مفروض نحط CV، statement of purpose، written work، الجامعة بتطلب written work 1 و 2 بتطلب 2 essay وهكذا. فهذا فقط لمحة عن application كيف حيكون شكله. بالمستقبل حأشرح بفيديو منفصل كيف منعبي الابليكيشن أيضا خطوة بخطوة. طيب
بعد ما نقدم على الجامعات البريطانية ونخلص من مرحلة التقديم، النتيجة بتجينا إما طلب وثائق معينة، يعني إذا في حال نحن منقصين وثيقة معينة، شهاداتنا ما منقصين أمر معين بشهاداتنا، ورسالة توصية ما قدمناها إلى آخره، ممكن الجامعة تعود لنا وتطلب مننا وثائق معينة. ممكن يجينا الرفض، الجامعة بتعتذر مننا أنه ما بتقدر تعطينا مقعد ضمن الكورس. ممكن تعطينا قبول مشروط conditional offer، بمعنى آخر الجامعة بتقولنا أنا موافقة عليكم لكن في بعض الشروط اللي بدي إياك تحققها. الشروط قد تكون فحص اللغة، قد تكون GMAT أو GRE أو أي أمر آخر الجامعة تطلبه، فهذا اسمه قبول مشروط conditional offer. ممكن تعطينا الجامعة شيء اسمه unconditional offer أو قبول غير مشروط، هذا معناته نحن اليوم الجامعة موافقة علينا، مستوفين جميع الشروط وطاقتنا كلها كاملة، والجامعة بتقولنا أهلا وسهلا فيكم بدون أي شرط، بتحجز لنا المقعد تبعنا. في حال أخذنا قبول غير مشروط، فهون في عنا عدة خيارات أخرى. بعض الجامعات بتطلب مننا وديعة، بتطلب مننا مثل مبلغ معين، على سبيل المثال 1000 باوند 2000 باوند لحتى تحجز لنا المقعد تبعنا، ما نحن ناخذ مقعد عالم آخرين وما يكون بدنا ندرس. فالجامعات بتطلب مننا وديعة، ممكن ببعض الأحيان إنه الوديعة نتواصل مع الجامعة ونعلم الجامعة إنه نحن ما لنا قدرانين ندفع الوديعة، لأنه أنا على سبيل المثال عم أقدم على منحة. بهي الطريقة ممكن الجامعة تعفيك من شرط الوديعة. فإذا في حال انطلب مننا وديعة وكنا عم نقدم على منحة، فمفروض نتواصل مع الجامعة ونعلمها إنه نحن عم نقدم على منحة، شو اسم المنحة وإمتى بتطلع النتيجة، والجامعة بتعفينا من الوديعة. في حال دفعنا الوديعة وكانت الأمور كلها تمام، الجامعة بتعطينا وثيقة اسمها الكاس Confirmation of Acceptance. فالكاس هو عبارة عن مثل وثيقة بتقول إنه أنا موافق عليكم، وهي الوثيقة هي أساسية لعملية التقديم على فيزا. من دون ما ناخد الكاس ما بنقدر نحن نقدم على الفيزا. وبعد ما ناخد الكاس منبلش بعملية التقديم على فيزا اللي هي Tier 4 اسمها Tier 4 Student Visa للدخول إلى بريطانيا كطالب. هذا بشكل مختصر عملية التقديم على الكورس اللي بدنا إياه. بالمستقبل رح أتكلم أكثر عن الابليكيشن، كيف منعبي الابليكيشن، أيضا رح أتكلم عن البيرسونال ستيتمنتس، كيف منعبي البيرسونال ستيتمنت ومنكتب بيرسونال ستيتمنت بشكل جدا قوي للجامعة. وبهيك منكون اطلعنا على كيفية التقديم على الجامعات البريطانية. إذا حدا عنده أي استفسار فيكم تتواصلوا معي على صفحة الفيسبوك، وإذا مهتمين تشوفوا بقية الفيديوهات فيكم تشتركوا بالقناة. أتمنى تكونوا استفدتوا، بالتوفيق جميعاً.